اللي بنستقبل دلوقتي على الهاتف مدير تحرير الجريدة الأستاذة هبة حسنين. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي يا أستاذة إيمان، كل سنة وأنتم طيبين. وحضرتك طيبة. عايزة بس أعرف، التقرير حلو قوي، بس عايزة أعرف إيه علاقة بقى التقرير بفكرة الحديث مع يعني نماذج مختلفة من المصريين، وإن أنتوا تربطوا ده باحتفالكم النهاردة في 11 سنة على الوطن. بصي يا استاذه ايمان، هقول لحضرتك واحنا بنفكر في عدد يناسب او في فكره تناسب العدد الخاص اللي هيكون عدد احتفالي بمناسبه مرور 11 سنه على تاسيس جريده الوطن. فكرنا ان العدد يكون عن المواطن المصري، لان احنا في الحقيقه من اللحظه الاولى لانطلاق الوطن واحنا مهتمين بالمواطن المصري وقضايا المواطن المصري بكل فئاته، وعبرنا عن ده كتير من خلال فيتشرات وملفات انسانيه وحملات عملناها كتير لانقاذ الاطفال مرضى الضمور. يعني عملنا حاجات انسانيه كتير قوي، فكان انحيازنا الاول للمواطن. عشان كده فكرنا ان احنا فكرتنا تكون عن سمات الشخصيه المصريه، وزي ما حضرتك عرضتي في التقرير كده، سمات الشخصيه المصريه او الوجوه اللي هي للمواطن المصري ان هو صبور ومقاتل وكريم ومتسامح ومضياف ودمه خفيف. وكل محور من دول ناقشنا فيه سمات الشخصيه المصريه. طبعا معروف عن المواطن المصري ان هو صبور وباله طويل، بيصبر على المحن والازمات طول التاريخ، يعني صحيح بيثبت ده. صحيح معروف عن المواطن المصري كمان ان هم احنا شعب مترابط، مسلم ومسيحي عايشين مع بعض على ارض واحده، طباع واحده، عادات وتقاليد واحده. الشعب المصري كمان شعب مضياف، يعني بيرحب بضيوفه من مختلف الجنسيات. طبعا اهالي اسوان ضربوا اروع مثال في الكرم مع اشقائنا السودانيين، طبعا فتحوا بيوتهم لاستضافتهم، وكان نموذج رائع الحقيقه. طبعا. الشعب استاذه اتفضلي. هبه، حضرتك من المؤسسين، يعني انت موجوده في بالظبط. الجريده والموقع منذ اللحظه الاولى، ويمكن بعد هذه الفتره لما الواحد كده بيبقى موجود في مكان جديد او مشروع جديد او فكره جديده وتعدي عليها سنوات، بيتذكر اكيد، او انتوا كمان كمجموعه عمل تتذكروا ايام حلوه، ايام كانت صعبه عدت عليكم في هذه الفتره، خاصه انه يعني ال 11 سنة اللي فاتوا ما كانوش سهلين أبدا عموما في مصر، يمكن بداية من بالظبط 2011 يمكن عدت أحداث كتيرة ما كانتش هينة أبدا. بالظبط. بصي هقول لحضرتك، هي الوطن خاضت معارك كتير جدا، وعشان تكون صوت الحقيقه وعشان تكون صوت الشعب طول الوقت كنا ملتزمين بالحياديه والموضوعيه. قدرنا خلال ال 11 سنه دي ان احنا نكسب ثقه الناس. مواقف صعبه، اكيد مرينا بمواقف صعبه، يعني ابرز موقف مرينا بيه اللي هو يوم اعتداء جماعه الاخوان الارهابيه على مقر الجريده. تهديد سوري تهديد الصحفيين ووضعوهم على قائم الاغتيالات. لكن الوطن وصحفيين الوطن قدروا ان هم يتجاوزوا الفتره دي. الفتره سواء يعني من عمر الوطن اللي هو الجريده او من عمر الوطن اللي هو مصر. صحيح. كان في صحفيين كتير بيباتوا في مقر الوطن عشان يدافعوا عن المقر من اي هجوم تاني ممكن يتعرضوا ليه، وكان في شباب الصحفيين كانوا بيقفوا في الشارع عشان يكونوا حائط صد ضد اي هجمه. والحمد لله ان احنا تجاوزنا الفترة دي. الحمد لله. طيب خليني اكلمك كمان على فكرة التطوير، يعني فكرة لما الوطن بدأت فكرة انه الاصدار الورقي ده كان لسه شوية مقبول، طبعا دلوقتي انت عارفة انه عموما الاصدارات الورقية تراجعت في العالم كله بشكل كبير جدا جدا، لانه ده حقيقي. بقى في بدائل كتير، بقى في الانترنت، بقى في اليوتيوب، بقى في الفيسبوك، بقى في مواقع كتير وابلكيشنز كتير قوي بتقدم الخدمات دي بشكل مجاني في المقام الاول وبشكل اسرع. انتوا بالظبط. بتعملوا ايه في الوطن وخاصة في الموقع او الاصدار الورقي علشان يعني تحاولوا شوية تواكبوا هذا السباق؟ بالظبط. هو التطوير في الجريدة عندنا تحديدا في الوطن بيتم باستمرار طول الوقت. عندنا تطوير وعندنا أفكار جديدة عشان نقدر نواكب بيها الحياة السريعة دلوقتي والقارئ اللي اتجاهاته اختلفت وميوله اختلفت. طبعا ده من خلال دكتور محمود مسلم رئيس مجلس الإدارة ودكتور أحمد محمود المستشار الفني. وعندنا كمان مركز تدريب بتشرف عليه زميلتنا مروة ياسين. المركز ده طول الوقت بيقيس احتياجات المؤسسة طول الوقت، سواء احتياجاتها من العناصر البشرية أو من تطوير المحتوى. خلال الفترة الأخيرة زي ما حضرتك بتقولي الصحافة الورقية مرت بظروف صعبة شوية، ومعظم الصحف ابتدت تتجه للديجيتال والصحافة الإلكترونية. احنا عندنا في الوطن طورنا كتير قوي في الاتجاه دوت، واستحدثنا أقسام ما كانتش موجودة قبل كده، زي كلها معتمدة طبعا على الصورة، زي الفيديو والفيديو جراف، زي غرف الأخبار اللي بتقدم نشرات طول الوقت،
عشان نقدر نقدم محتوى يرضي أذواق القارئ اللي هو دايما دلوقتي ما بيدورش غير على الصورة. تمام، بشكرك طبعا، ومرة تانية كل سنة وانتم طيبين. هبة حسنين، مدير تحرير جريدة الوطن.